تبقى مع... انا مبسوط بيكوا قوي ربنا يخليك قوي ده بجد يعني. انتوا بقى شاركتوا في اكتر من من مهرجان، شاركتوا فين؟ شاركنا في مهرجان الطبول تحت رعايه الدكتور انتصار، كان برضو بقى لنا كده سنتين بنشارك في المهرجان. ما شاء الله. هو اكتر حاجه عجب الدكتور انتصار ان انت ازاي خليت الاطفال الصغيرين والطلبه، يعني معايا ادم مثلا، قاعد على الطبله حوالي 6 7 سنين، فاللي هو انت ازاي عملت كده؟ ادم سبب لي عقده بجد، لان انا حاولت كتير ان انا ما عرفتش. هو فبرافو. هو بالنسبه له الجديد ان احنا في المهرجان ان يبقى معانا فرق من كل دول العالم وناس كبار في السن، وانت داخل بفرقه صغيرين جدا، فدي كانت اضافه ليا في المهرجان مع دكتور انتصار. هايل. عملنا حفلات بقى في ساقية الصاوي، عملنا في مسرح الهناجر في الاوبرا، عملنا حفلات في كذا حاجه، في نوادي بتاع، في فنادق. الحمد لله الفرقه انتشرت بالمستوى اللي انا عاوز اوصل له، ونفسي اوصل بيهم اكتر من كده، يعني نفسي احنا عايزين اوصل نوصل للعالميه. ان والله شاء ما الله بهزر يا رب بجد. يا رب. القاروبة بص بص بص، والله العظيم كاركتر، نمره مذهله. كارما. هي مش عارف ان احنا بنتكلم عنها دلوقتي، كارما. عامله جو واداء. انت ايه يعني، نموذج نجمه. كلهم نجوم بصراحه، انا كلهم معجب بيهم، فانا لازم اتعرف عليهم واحد واحد، طبعا واحده واحده. احنا مسمين كارما في الفريق كمان كاركتر الفريق، لان هي جدا. وهي بتغني تعبيرات وشها لا انا والحركه. شايفها قاعده عماله وتعمل حاجات وبتاع وتتحرك، ومذهله يعني. الله يخليك. طيب ولابسه كردان وعامله شغل.